المريض اللي بعده. ايش اسمك انت؟ اسمي عبد الخالق المحمود. شو عمرك؟ 18 سنة. متجوز ولا عزابي؟ متجوز، عندي ولدين. 18 سنة متجوز؟ من أنتوا يا دكتور؟ شو عم تاكل باليوم؟ 3 رخفان. كم لتر مي بتشرب؟ أحيانا 6، أحيانا 7. أحيانا 6، أحيانا 7. يا عم حطوا 6.5. شو عندك بدل إجراك؟ 45. 45، عم أنت حجم عالي. إيش عم بصير معك الله؟ والله استعلمت تروح يا دكتور. سالي. سعود لهون سعود. عملت ساعتك قوية. جاي سعود. عادي ما بلغم هاي العادة. هلا بدي اعطيك دواء اخر ما توصل العلم الطبي. ايدي بصنارك يا دكتور، لحقنا يا كرمال الله. خليك معي. ايه تشرب 10 سيكارات الصبح و10 سيكارات المساء و10 سيكارات الغداء. تفضل. بس يا دكتور. بس ما بس الشو بدك تفهم اكثر مني؟ يعني بضربك قبري. اه بتروح بترجع لعندي بعد 15 يوم، تمام؟ بس يا الله معك. اللي بعده. المريض اللي بعده. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايش اسمك انت؟ اسمي عبد الخالق المحمود. انا اللي قلت لك تعال بعد 15 يوم. قلت لي انت قاعد تسعون مو؟ سعود. ايش البلغم ها؟ ايش هاد؟ ايش هاد؟ هلا بدي اعطيك دواء احسن من اللي قبله. خليك معي. تشرب 6 سيكارات الصبح و6 سيكارات المساء و6 سيكارات بعد الغداء، تمام؟ تفضل. بس يا دكتور. شو بس ما بس؟ بدك تفهم اكثر من الدكتور؟ يعني هس الله معك. بضرب عمري ها؟ بضرب عمري. ترجع لعندي بعد 15 يوم. الله معك. يلا اسمو اللي بعده. اسمو اللي بعده. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايش اسمك انت؟ انا قلت لك جاي بعد 15 يوم. العمل زي تسالي. خلينا نجرب. سؤال شو؟ عندي بلا مقدر. تمام الريحة قاعدة. جاي سؤال. عم بشهد؟ لا انا اسود هيك اسود. خليك معي. تشرب سيكارتين على الفطور وسيكارتين على الغداء وسيكارتين على العشاء. تفضل. بس يا دكتور. شو بس ما بس؟ بدك تفهم اكثر من الدكتور انت؟ بس يا الله معك. رجال عندي بعد 15 يوم. بس يا دكتور. الله معك. بدي افهم اكثر من الدكتور هاد. اللي بعده. انت عم تنفذ اللي عم بقول لك عليه؟ عم
عمل العادة زايدة السعر. سؤال شو؟ لا طول بالك. خليك معي. كم سيجارة كنت تدخن من قبل؟ ولا سيجارة بنهار. ولا سيجارة؟ ليش ما قلت لي؟